الست هدى بتتكلم عن القرض وان هم اقترضوا عشان يجيبوا سياره وبعد كده جابوا فيست المشتريات وما التزموش بالسادات فاصبح هناك تراكم فالناس بتقول لهم انه ده عشان انتوا خدتوا قرض ودخلتوه على نفسكم يعني وبال الاقتراض هو المقرر ان القرض الشخصي زي ما احنا دايما بنقول لحضراتكم القرض الشخصي ممنوع الا عند الضروره او حاجه لان الحاجه بتنزل منزله الضروره ما دامت الحاجه دي كانت متحققه وموجوده واحنا مش عارفين يعني نعيش وعايزين نزود, نزود او يبقى في دخل عشان نقدر ان احنا نعيش فلا اسم على من اضطر الى فعل ذلك من اضطر الى فعل ذلك لان الله تعالى علمنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه لكن مش معنى ذلك انه الانسان يستهين بمبدا السداد ما انا ممكن نيتي اخد وما رجعش او او بقى زي ما ان شاء الله ربنا ييسرها وبقاش انا دارس الموضوع ازاي نفس القصه يعني مش دارس انا هسد ازاي فده استهتار بهذا الدين وأبقى انا كبلت نفسي وكان ينبغي برضو في السداد لفيزا المشتريات في الوقت المحدد من جهة البنك اللي هما بيدو المهلة اللي بيدوه عشان ما تقعوش في الممنوع وده كله من عدم ترتيب الأمور في السداد وسالوا الله سبحانه وتعالى المعونه وترتيب امر السداد وان ربنا يعينكم على جدوله السداد لهذه الفيزا ونسال الله العافيه، لكن ماشي احنا المؤمن بيستعمل عقله. المؤمن كيس فطن مش كده شغال عشوائي بيتصرف عشوائي لا بيفكر انا عندي امكانيه لما هجيب العربيه باخد القرض اسد القرض عندي امكانيه ولا ما عنديش؟ في نفس الوقت لو خدت تمويل بيها عندي إمكانية أسد ولا ما عنديش ولازم أرتب في أسوأ ظروف أنا حا... ممكن أعمل إيه وفي الظروف المستقرة أنا هعمل كذا كله لو في أسوأ ظروف أنا ممكن إيه اللي يحصل معايا عشان ما لا أورد بنفسي ومن معي موارد الهلاك مسألة إنتو لم تحسنوا التنظيم ولا الترتيب